احتمال يكون حدا من الماضي ورجع لكم، احتمال ما انه هو شخص يمكن هو بيشتغل في شفاء الاخرين، احتمال يكون بيشتغل في محكمة، في مجلس عدل، في مثلا جلسات هذه اللي بيحكوا عنها العقائدية. احتمال هذا الشخص كمان بيشتغل زي ما حكيت لكم في شفاء الناس، واحتمال هذا الشخص هلأ مشغول في أعماله. احتمال هذا الشخص انفصل عنك، صار بينكم محاسبة وهذا الشخص بيحاول يتشافى. الشخص هذا بيراقبكم على فكرة إذا في انفصال. طيب خلينا نشوف شو القصة. برج السرطان، حاليا الشخص هذا شو وضعه؟ الشخص هذا مشوش تفكيره. على فكرة هذا الشخص بمر في بيحكوها في أزمة عائلية. على فكرة هذا الشخص في عنده مشاكل عائلية جدا جدا، وعنده مشاكل يمكن مالية، وعنده مشاكل مع طرف آخر غيرك أنت يا برج السرطان. واحتمال هذا الشخص بيفكر فيك، عنده صراع ما بين العقل والقلب من جهتك يا برج السرطان، لأنه أنت منفصلين، أنتوا منفصلين، هاي الكرة على المنفصلين. وإذا في زواج ففي يمكن مشاكل بيناتكم هيك صغيرة، بس هذا الشخص حاليا هو في ورطة، في مشاكل كتير. انت يا برج السرطان كأنك انت على التواصل الانترنت اكتف نشيط، حاسس انه انت عندك نشاط، حيوية، بدك تروح بدك تيجي. يمكن في بعض منكم في سفر، احتمال في منكم بتواصلوا مع ناس على الانترنت، شغلهم على الانترنت، احتمال انت بتشتغل على الانترنت ومثلا انت المدير او اللي ماسك مثلا هذا الشغل كلياته، وانت شغلك على الانترنت واكتف وعندك حركة هيك زي نشاط وحيوية وبداية جديدة. احتمال انه انت تراقب هذا الشخص عن طريق الانترنت، واحتمال يا برج السرطان بتبعت له رسائل عن طريق الانترنت، وهو يمكن بتعارك معاك عن طريق الرسائل وهي الاشياء. طب خلينا اشوف فكره الرومانس. شو مشاعره هذا الشخص من ناحيتك؟ الشخص هذا بده يرجع، حابب يرجع لك يا برج السرطان جدا، وهو تعبان جدا وبفكر فيك جدا جدا، وهو متأثر فيك جدا. وفكرة إذا الشخص سبب لك مشكلة أو دخل طرف بيناتكم، فهو ما بينام الليل من التفكير بسبب هاي المشكلة. فأنا حاسة إنه هذا الشخص بفكر في الرجعة كتير كتير، مش شوي، يعني عنده تفكير إنه ندمان على انه انفصل عنك، ندمان جدا. يمكن انتوا على فكرة يمكن انتوا انفصلتوا بعد مشكلة، يعني انه انت عملت وانا عملت وصارت مشكلة كبيرة، ودخل طرف بيناتكم زي جرحك يا برج السرطان، وخرج هذا الشخص وهو حاليا في وضع الناين اوف سورد، الندم والحسرة عليك، وبفكر فيك جدا جدا جدا. يعني ما في بعقله اشي تفكير الا انت. طيب خلنا اقرأ اشوف لكم كمان كروت نصيحة من القمر. فكرة الشخص اللي بيحبك جدا جدا، وهلأ بدنا نشوف شو المشكلة اللي سببها لك. على فكرة هذا الشخص كأنه عمل لك كارما، في بينات كارما، الشخص هذا أعطاك كارما، كأنه أعطاك درس لن تنساه يا برج
السرطان. هذا الشخص بالنسبة لحياتك دخل كارما، هذا شخص كارما. طيب خلينا نشوف شو وقعنا هون. كمان أنا راح أسحب لكم كمان كارت عشان شكلها قراءتكم شوي دا تكون متعبة بعض الشيء، لأن أنا شايفها زعل كتير. الشخص هذا بحبك بس نبعد عنك، بس هو هلا حاليا بفكر في الرجوع. احتمال هذا انفصال زواج على فكرة، احتمال هذا الشخص في زواج آخر، وفي هذا الزواج هو مشاكل هو مو قادرين يحلها، وكأنه هذا الشخص حاسس انه اي اشي قاعد بيصير فيه هو خطيتك انت يا برج السرطان. كمان احتمال يكون انه انت كان مشاكل بيناتكم مثلا مالية، انه مثلا هذا الشخص مثلا ما بعطيكم اذا انتوا بزواج وصار انفصال، مثلا ما بعطيكي الحجم الكافي لتصرفي على بيتك، ويمكن يكون اللي بينكم مشكلة مالية، لانه هون بيقولوا لك انه المال القضايا المالية هي عامل في حياتك. يعني انا حسسها انه انت المشاكل اللي بيناتكم هي مالية، احتمال انها تكون مالية. كمان هذا الشخص حاسس حاله انه مجروح، والشخص تعبان جدا جدا، وكمان بنتظر فيكم انه ترجعوا له، لانه هو حاسس انه خسر بيته. اذا في بينكم اطفال خسر اطفاله، هذا الشخص على فكره هو تاع علاقات متعدده، بيروح من علاقه لعلاقه لعلاقه لعلاقه، احلامه اكبر من هيك، وكانه هذا الشخص طموحاته مثلا اكبر منك يا برج السرطان. مثلا يتزوج امراه، مثلا لو رجل يتزوج بامراه معاها مال اكثر منك. مثلا اذا انت رجل، كانه هاي الامراه عندها طموح لتتزوج حدا يحقق لها كل احلامها. بس على فكره لبعض منكم انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا، وراح هذا الطرف لزوجه اخرى او لامراه اخرى، وهلا في صراع مع هذا الطرف، في طرف ثالث بيناتكم دخل. لأن هذا الشخص ندمان جدا جدا، وبفكر في المواضيع كلياتها جدا جدا. طيب هون بقول لك اخضع ل هون اذا انت حاليا في راحة وسكون وهدوء، وانت مو ماخذ ولا خطوة من ناحية هذا الشخص، بس انت حزين من ناحية هذا الشخص، بقول لك اخرج من هاي الروحة اللي انت فيها، والفت يعني قوم وتفرج شو عماله بيصير، لان الشخص هذا بمر في مشاكل يعني طحن، بمر حاليا في مشاكل عائلية زوجية من الطرف الاخر، وكأن هذا الشخص بوخد في الكارما تاعتك يا برج السرطان، هو في الكارما حاليا. كمان يعني انتوا كنتوا في علاقة كارما، وهذا الشخص دخل الكارما تبعتك، يعني الى بالنسبة لك كانت كارما، وهو دخل على كارما تانية، يعني كيف انت اخذت كارمتك هو قاعد باخد في الكارما تبعتك تبعيته. طيب كمان على يعني فكرة هون برج الاسد هون بيحكوا لك انه لا تجعل انه ما تخلي كبريائك في طريقك، يعني او عزة نفسك، او اذا مثلا انت مدخل في الموضوع انه عزة نفسي مثلا ما بتسمح لي اسأل عن هذا الشخص، فكيف انه الاسد عنده كبرياء مثلا، لو شو ما صار الاسد خلص كبرياء او ما حدا يقرب عليه، انت هيك حاطط انه الكبرياء تبعك في طريقك.
يعني انت حاطط هذا الكبرياء في طريقك، وانه انت يعني انا كرامتي، يعني انت عايش هلا لحظة من سرطان لأسد، فانت حاسس انه ايش في طريق هذه المشكلة كبرياءك، كرامتك، انا كرامتي ما بتسمح ارجع لهذا الشخص، هذا الشخص دخل طرف بيناتنا، هذا الشخص عمل لي مشاكل كتير، فانا كبريائي ما بسمح لي مثلا ارجع له او احكي معاه، مثلا هذا الشخص انه حاول يرجع، انت رفضت هذا الموضوع لان انت كبريائك عالي جدا. طيب خلينا نركز في قراءة، لانه حاسسها قراءة متعبة برج السرطان. بدي اشوف هاي المشكلة اللي صايرة بينكم شو هي بالضبط. انا حاسسها هي كارما، هي هذا الشخص ما قدر لك، ما قدر يحقق احلامك، هذا الشخص عنده لف ودوران مع اكثر من جهه. خلينا اشوف هذا الشخص شو المشكله اللي هو شايفها. هون صار بيناتكم، يمكن هذا الشخص الله العلي مدمن علاقات، او من علاقه لعلاقه بفوت، أو هذا الشخص عنده ارتباطات كتير، يعني عنده مثلا عائلة، متزوج من طرف آخر، عنده مسؤوليات تانية، عنده أحلام تانية، عنده طموحات تانية، أو إنسان مشوش عقليا. كمان هذا يكون مثلا كيف بفكر بين شغلة بالثانية، احتمال يكون هو مشوش، إنسان مشوش، احتمال يكون إنه عنده غمامة على عينيه، مو مخليته يقدر يفكر بالعلاقة أو يقيمها، مع إنه هو وقع على حاله إنه هو مو قدران يفارقك، وبيفكر فيك جدا جدا، وهو يعني قاعد على الذكريات تبعيتك، يعني جدا هذا الشخص متندم عليك يا برج السرطان. الشخص هذا دخل على حياته شخص غيرك يا برج السرطان من الماضي، الله العليم من الماضي، رجع لشخص من الماضي وتشوش هذا الشخص بالتفكير، وكمان هذا الشخص مو عارفين، بس يعني عن جد هذا الشخص كأنه كان عندكم أسرة وأطفال، فهذا الشخص غدركم، غشكم، راح لطرف آخر غيركم، هد الأسرة ودمر كل أحلامكم اللي أنتم بنيتوها مع بعض. إذا كانت للمنفصلين العزاب، فهذا الشخص كأنه فكرة كأنه مو قادرين يحقق لكم أحلامكم في إنه عيلة وأسرة وزواج واستقرار، لأنه يمكن هذا الشخص مادياته تعبانة جدا، وهو في صراع بين الشغل والبيت والأسرة، هيك هذا الشخص. وفي من بعض منكم هذا الشخص حطم لكم أحلامكم مرة واحدة. هذا الشخص على فكرة دخل طرف ثاني بيناتكم، دمر كل أحلامكم انتم بنيتوها مع بعض، وهذا الطرف خلى أحلامكم كلها تروح سدى. طيب هذا الشخص شو نوايا من ناحيتكم حاليا؟ هذا الشخص بده يبعد، لأنه هو حاليا بيتشافى، وهذا الشخص احتمال منك يكون في انه هذا الشخص مرتبط في امور تانية، مو شرط انه دخل طرف، كل واحد حد ياخذها للقصة اللي بتحكي، يعني قصتك شو بتحكي خذها لك، لان انا بقرا لاكثر من، ما بعرف كم من برج سرطان، يعني كم من شخص، فكل واحد ياخذها حسب قصته. على فكرة هذا الشخص تعبان، على فكرة يعني بنحبك ومشتاق لك، يعني عنده تعب مو طبيعي من ناحيتكم، على فكرة الشخص بيراقبكم.
خلوني أشوف الطاقة كمان مرة. هذا الشخص في مرحلة الشفاء، يتشافى من إدمان، من دخول علاقة كانت سامة. هذا الشخص كأنه رح يأخذ الكارما، أو هو حاليا في الكارما متعبة له بالنسبة له، مشاكل من الطرف الآخر. الشخص هذا يتشافى حاليا، أو عنده مشاكل سمعة، أو مشاكل عائلية، أو بسمع عماله كلام مثلا جارح بالنسبة له. هذا الشخص يعني وضعه تعيس حاليا جدا، وهو عماله بدقدق ومنهي حاله بالشغل. وعلى فكرة هذا الشخص بحطولكوا أشياء على الإنترنت عشان تشوفوها، تنتبهوا له، تلتفتوا له إن أنا تعبان وأنا مريض، أو أنا مثلا ما عارفين شو أعمل يعني. بس على فكرة أنت مو منتبه هذا الحكي كلام إلك، بس هو إلك. على فكرة هذا الشخص بحاول يلاهي حاله بالشغل ليطلع من الصراعات اللي هو فيها. إنسان عملي، هو إنسان عملي على فكرة. هذا الإنسان هو عملي، بحاول إنه يطلع من الصراعات كلها. الشخص هذا حاليا بده يتغير. كمان هذا الشخص بده يفاجئكم بتغيير، وحاليا بيبعد، بده يستشفي ويرجع مثل ما كان وضعه الطبيعي، لانه هو مو ما له في وضعه الطبيعي يعني. بصراحه بوضع حاليا صار بينكم زعله كبيره، كلام جارح صار بينكم، جرحك هذا الشخص، جرحتوا بعض في الكلام، دخل طرف ثالث، واجهتوا بعض. على فكره يمكن انت يا برج السرطان واجهت هذا الشخص وهو واجهك، صار مواجهات لدرجه انه انتوا اثنين مو قادرين تنسوا اللي صار نهائيا نهائيا. على فكره الشخص هذا بحبك جدا جدا، وهو شايفك استقرار مثل ما انت شايفه استقرار وحب وحياه واسره. هذا الشخص يتمنى يعني الزواج منك، او يتمنى في يعني عنده طاقه رجوع لك. بس هو حاليا الشخص هذا الشخص هذا رجع يا برج السرطان، بس هو بده يتباعد حاليا، يستشفي ويبعث لك طاقه شفاء لحتى ترضى تسامحه. الشخص هذا إذا عنده إدمان عمال بخرج من الإدمان، إذا هذا متسلط الشخص أو كبرياءه عالي، أو أنت كبرياءك يمكن هو الشخص اللي هذا النصيحة له ما تخلي الكبرياء يدخل العلاقة، لأنه واقف تعبان، فيمكن هو اللي عنده كبرياء ومبعد عنك بسبب مثلا المشكلة اللي صارت بيناتكم أيا كانت المشكلة. فهذا الشخص حاسس إنه كبرياءه طاغي عليه أكثر من إنه يرجع لك. فأنا حس إن هذا الشخص واقف بالقوة على إجريه، وشوي وكأنه خلص بده يوقع هذا الشخص. كمان هذا الشخص بحبكم جدا، وهو راجع يعمل تغيير كامل وفرصة جديدة وزواج. وإذا أنتوا كنتوا في شغل، هذا الشخص يعرض عليك شغل جديد، وهذا الشخص رح يرجع لك وهو متغير طالع من إدمانه. إذا كان هو مدمن علاقات رح يطلع، إذا كان مشوش أفكاره ومو قادرين ياخد قرار.